جولي مواضع آخر الكلمة غير متصل بحرف قبله. حرف الطاء هنا بيكون بروحه مستقل. بلوط حرف الطاء بروحه مش لاصق فيه ولا حاجة. بساط حرف الطاء بروحه مش لاصق فيه ولا حاجة. خياط حرف الطاء جاني بروحه مش لاصق فيه ولا حاجة. طبعا خدينا حرف الطاء كيف نكتبوه في أول الكلمة وكيف نكتبوه في وسط الكلمة متى يكون متصل بحرف قبله وحرف بعده، وكيف يكون في نهاية الكلمة هو متصل بحرف قبله، وكيف يكون في نهاية الكلمة بروحه مش متصل بشيء. تو نجو هنا يسقط. حرف الطاء امتى بنكتبه؟ بيكون في نهاية الكلمة متصل بحرف قبله، متصل بحرف قبله، يعني بنحطه حرف الطاء امتى يكون موضع متاعه في حرف قبله يتصل به. يسقط يسقط. طبلون طبلون. حرف الطاء بنحطه هنا في الفراغ اللي يبدأ في بداية الكلمة. طبلون. يقطع يقطع. حرف الطاء بتجي قبله حرف وبعد حرف، يعني بنحطه الموضع عند حرف الطاء عند يكون قبله حرف وبعد حرف. يقطع يقطع. نقاط نقاط. بنحط حرف الطاء أم تكون في نهاية الكلمة غير متصل بحرف قبله. نقاط نقاط. بنحطه في الفراغ حرف الطاء كيف يكون في نهاية الكلمة ومش متصل بحرف قبله. نشيط نشيط. حرف الطاء هنا بيكون في النهاية لكن متصل بحرف قبله. نشيط. بنديروا حرف الطاء الموضع اللي يكون في آخر الكلمة لكن متصل بحرف قبله. نشيط. أخطبوط. هنا عندنا زوج فراغات بنحط فيهم حرف الطاء. حرف الطاء في وسط الكلمة متصل بحرف قبله وحرف بعده. أخطبوط. وحرف الطاء أنت يكون في نهاية الكلمة غير متصل بحرف قبله. أخطبوط. هنا عندنا حرف الطاء أن تنكون به كلمات. طالب طالع. طارق طابع طارد. حرف الطاء كيف نكون به؟